وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله تحمده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وأسره وعلاه. اللهم ارحم بيدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافينا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت. فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. إنه لا يدين من وليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم يا ربي اهدنا فيمن هديت وتولنا فيما توليت. اللهم يا رب السائل والعفو له. اللهم يا رب اغفر له وارحمه. اللهم يا رب عافيه واعفو عنه. اللهم يا رب اكرم نزوله. اللهم يا رب وسع مدخله. اللهم يا رب ان كان محسنا فاجزه بإحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم يا رب اغسله بماء وتجن وبرد وانقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم يا رب لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا احنا جميعا. اللهم عشر خطواتنا. اللهم اقضينا نار في الضمير. عزاؤنا واحد في الاخ ديالنا السيموني. الله يحمي ويسع عليه. الله يربي بدلاء المحبه ديالو صبره. اللهم يا ربي انقله من مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود. وعزاؤنا العائله ديالو الصغيره والكبيره والرياضيه كان الله يحمي ويسع عليه ويجدد عليها الرحمات. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. إلا فقدنا واحد الأخ واحد الصديق واحد فرد من الأسرة ديالنا تعزنا الحارة. الأسرة الصغيرة ديالو الأم ديالو الزوجة ديالو الأبناء ديالو
تاثرت كثير، عشت معاه الفترات اللي كان في الوقت اللي كان جا ذاك الالم، كنا في تربوس في بوس كوره، حس بواحد الالم خفيف تقريبا هذه واحد المده ديال سنتين. قدر الله ان كنقول بان الحمد لله منير في ايدي امين، الحمد لله في ايدي الله سبحانه وتعالى. ما قتلوا لا مرض لا والو، الاجل ديالو فاذا خصنا نتقبلوا هذا. الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. ما عندنا كاين، نقول لك الله يصبر الاسره الصغيره ديالو وتعازينا. كنقول تقدم تعازي جميع الناس ديال بركان، الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله. شكرا سيدي. واش يمكن لي نقول في هذه الفتره الحرجه، لان فقدنا واحد الابن اللي خلى بصماته كبيره في اولا في بلدية بركان وعلى المستوى الوطني. وفعلا فقدنا واحد الاطار، واحد اللاعب اللي كان بعدها لاعب واطار كبير، وكل ما نتمناه هو نتمنى المغفره، نتمنى الصبر للعائله ديالو، رغم انه مشى في عين شبابه، وهذا هو اللي مؤسف جدا، ولكن هذا قدر الله. عندنا نطلبوا له غير الرحمه وهذا الشيء اللي كان عندي معكم. شكرا سيدي. الذين اصابت مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. رحمه الله الفقيد منير البرازي. هذا الفقيد رحمه الله عرفته وهو لاعب، هو حارس مرمى مع بركان، مع القرد الفلاحي، مع سبورتينغ سلا، مع غيره من الفرق. كان نموذجا للاعب الخلوق، وهو من عائلة كروية بامتياز، كل أفراد عائلته رياضيون، وكان نعم النموذج اللاعب الوفي، وظل وفيا لفريقه نهضة بركان حتى وفته المانية رحمه الله. رحم الله الفقيد وأسكنه فسح جنته وأدخله فسح جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رحم الله الفقيد وحقنا به مسلمين. شكرا.